السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب التونسي والمدرب اللي غادي يجلبوه، يعني هو مدرب أجنبي بقرار بتخطيط وزاري. حنا قبل لا نبداو جماعة، ماذا بكم بارطاجوا لنا الفيديو، اعطونا جيم كومونتير باش دائما يوصلكم جديد، ونسقطوا التبليغات اللي راهم على قناه شوبير ديزاد. المهم وين بتخطيط وزاري من وزاره الشباب والرياضه التونسيه، مدرب اجنبي في طريقه للمنتخب تونس، وهذه شروط الصفقه. يعني نتكلموا حتى على شروط الصفقه، ما كاش كان يقول لك بالماضي وكان يقول لك حنا بالماضي، لا يجعل يكذب منتخب ولا يكذب نادي، رغم ان شاهدنا الشائعات اللي ما خدماتوش، يعني شائعات كبيره ما خدماتوش. هذه الشائعات ضرت به تاع كل خطره كل شهر يخرج لك واحد يقول بالماضي ما يروحك بالماضي. هذه الشائعات ضراته بعد ما شاهدنا يعني الديقة اللي دارها بن عمري، ديقة اللي دارها بن عمري ديقة كبيرة، راه ضر الكثير. وكاين خلينا حنا خرج يكذب، وكاين ذوك العلوج خرجوا قالك بن عمري يقصف أعداء جامع بالماضي. ما كان لا جامع بالماضي لا والو، ما كاش أعداء، كاين تيرة، يعني التيرة هو اللي كان عادو تاعه، ما كاش أعداء بالماضي. مي كان يربح شكون اللي كان يتل توشي تهدر عليه عاير الدين وما تعايرش بالماضي. واحد اليامات عند التقديس هذو مقدسين هذو تعاير الدين ما يحوسوش عليك، تنتقد بالماضي يخرجوا يبداو يعايروا فيك كانك عاير مع شكون كاع. ويا انتقاد تاع كرة قدم برك ما تعايرها، ما والو ولا تعايرها الشخصية تاعو كشخص. لا حنا كنا ننتقدوه يعني في المنصب تاعو كشخص في المنصب تاعو. راهو كان وين راه يجعل يقلب البرازيل الله يسهل عليه، ما قري ما كاش من حاجه هذه هي. المهم لم تفقد هيئه يعني التسويه التي تقود، يعني لم تفقد هيئه التسويه التي تقود اتحاد تونسي الامال في التعاقد مع مدير فني اجنبي لقياده المنتخب تونس لكره القدم خلال الاشهر المقبله، اذ يمثل ذلك مطلب جماهيري في الشارع الرياضي منذ سنوات، تزامنا مع عدم تحقيق نتائج منتظرة على يد مدربين محليين. وحصل يعني بعض يعني المعلومات يعني تفيد بأن وزارة الشباب والرياضة التونسية اتفقت مع هيئة التسوية يعني مع كما نقولوا احنا الديريكتوار يعني على وضع استراتيجية جديدة للبحث عن مدرب قادم للمنتخب التونسي، بعدما اضطر الطرفان منذ ايام الى عدم تعويض فوزي بنزرتي بمدير فني جديد وترسيم مساعد قيس اليعقوبي لقياده الفريق مؤقتا. ورفضت يعني ورفضت وزاره الرياضه تمويل صفقه التعاقد مع مدرب اجنبي في الوقت الحالي لاسباب تتعلق بالجانب المادي وضيق الوقت قبل موعد مباراتين مقبلتين للمنتخب في تصفيات أمم إفريقيا هذا الشهر، غير أن آخر تطورات تفيد بأن الوزارة لم تغلق هذا الباب تماما، إنما تريد تأجيل مسألة المدرب الأوروبي إلى حين حسم في وضعية الاتحاد التونسي والتأهل لكأس العالم كأس أمم إفريقيا. هذه هي خاطش علاه يحوسوا يربحوا الوقت، يقول لك أنا نجيب هضرة حوس يربح الوقت ديريكت يدخل في مارس، يعني يجي بالك في جونفي ولا يقارع، خاطر كاين تحويلات مدربين، إقالة مدربين، جلب مدربين في مارس، كاين مدربين يكونوا فيها. هذه هي كاين عقود تاع مدربين تنتهي، باش يجيبوه هذا مكان. المهم المنتخب التونسي يستاهل مدرب كبير فانيك، والعوده للواجهه منتخب تونسي نتمنى له فانيك الفوز يعني والذهاب كاس العالم، ونتمنى له نشوفه هنايا في المربع الذهبي كاس افريقيا الجايه، هذه اللي نشوفها مربع ذهبي في الدوره اللي جايه ان شاء الله. علاش لا؟ على ما نشوفوش هنايا في شمال افريقيا اربع منتخبات يعني من شمال افريقيا في المربع الذهبي، على ما نشوفش انا تونس مصر المغرب والجزائر، على ما نشوف على
باش نشوفوا نهائي عربي مخلص. كيما نهار 88 المغرب إليميني دومي فينال، الجزائر إليميني دومي فينال، لعبنا مباراة ترتيبية ربحناها احنا. تونس ذاك الوقت خرج برومي تور هماش. وكشفت مصادر مقربة من الهيئة التسوية أن وزارة الرياضة أذنت لهم بالبحث عن مدرب أجنبي من أجل التعاقد معه مطلع العام القادم، وبعقد يمتد لسنة واحدة يعني قابلة تقبل التجديد، إذ نجح في قيادة المنتخب التونسي إلى نهائيات بطولة كأس العالم. وأكدت الوزارة خلال اجتماعها مع رئيس الهيئة التسوية كمال إيدير أنها توافق على هذا المبدأ، لكنه تضع شروط لذلك، أولها انتظار قرار نهائي للاتحاد الدولي بخصوص إمكانية تمديد مهام الهيئة حتى شهر جوان 2025. وسيقود اليعقوبي منتخب التونسي في مواجهتين مدغشقر وغومبيا يوم 14 و18 من الشهر الحالي، ويرجح إلى أن يترك منصبه بعد ذلك تمهيد للتعاقد مع جهاز فني أجنبي بهدف إعداد منتخب للتصفيات بطولة كأس العالم والتي تعود منافستها من في شهر مارس المقبل. إن شاء الله ربي خاطش على تونس 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 بصح ما يلبوش في العقد، تونس ما يلبوش في العقد، ماشي عطلة بدون أهداف. شو قال لك جيبه عام، عطوه عام ومن بعد نشوفو، يعطيك عام ومن بعد يشوف، تعاقد معك عام يعني ويحمي الجامعة التونسية لكرة القدم يحميها، ماشي كيما غادي جازتي هنايا مع الكراس يعني دار كونترا روحو كي يسموه الكراس طاك 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 حما كاع روحه مي راح عطاوه 35 مليار وبلا المدرب هذا التالي حتى وين ماجر 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 من قبل الإقالة تاعو في ذاك الوقت دا مع شحال من شهر طاحت له 800 طاحت له 800 وشي داها ودا شهر عطلة خالص من الاتحادية باش يكون على بالكم. والمدرب هذا يا ربي ما تهدرش خير، هذه هي ما تهدرش شكون تبرك المدرب هذا اللي فات غير شكون ما تهدرش خير تهدر تكذبك مايا. الله غالب هذه كرة القدم ما تنجي باش نشوف بلي كاينه منها اي تنور يقترب من الزعيم، ما قارعو وشوفو سبحان الله قارعو وشوف. ماشي ساهلة تيب إصابات تيب شوبير بالناس بالسبعيني كاينة منها راه مصاب، علاش مكاش منها إلا مصاب مصاب شنو غادي دير إلا راه مصاب مصاب عادي نورمال عليها راه مشكل مكاش مشكل كاش كاع مشكل خويا إلا راه مصاب شنو غادي دير تي غادي تقلع كراع تعطيه كراع راه مصاب راه مصاب عادي ماشي بالسيف ايه يا خويا سهل امشي سهل اخويا امشي سهل هذه ماكا صعيبة شوية. المهم شو كرة القدم ونشوفوا إن شاء الله بربي المنتخب التونسي يعود بقوة، خاطر على المنتخب التونسي نهار لي خسر لنا 1-0 وعاود دار ماتش نيل ماشي يا خويا.
لازم نرمي حسابات. هذه هي